Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen. La recette تاع اليوم سي سلق بالبيض مع دي فريت كاري. المقادير اللي نسحقوهم زوج حبات بطاطا يكونوا معين، واحد الربطة تاع السلق مغسولة ومقطعة. لاستيس كيفاش تنشفوا السلق رابيدمون وريتها لكم في لا فيديو تاع كيشو زيبينا، روحوا شوفوها الا مازال ما شفتوهاش. زوج حبات بيض وليزيبيس نسحقو مغرفة صغيرة ملح، زوج مغارف صغار سكنجبير، زوج مغارف صغار فلفل أكري، ومغرفة صغيرة فلفل كحل حب. ديرو الزيت يحمى على نار قوية تاع لي فخيت، ونقطعو لي فخيت تاعنا دي بتي كاري. اون فوا ما الزيت يسخن لنا مليح نقيسو لي فخيت في الزيت توجور على نار قوية، نسقموهم مليح بإن سباتول ولا، ونخلوهم يطيبوا واحد 30 دقيقة وما نزيدوش نتوشو فيهم، ما نخلطوهمش كي يكونوا يطيبوا باش ما يجوناش مع الجنين. نديرو شوية زيت زيتون دون زي نوتر بوال وما نخلوش يحمى ديريكتومون، كي نديروه نقيسو السلق فوقه، باسكو زيت زيتون كي يسخن يولي توكسيك، كي تشوفو هذاك البخور يخرج منه غير روحو قيسوه ما طيبوش بيه. ونقعدو نخلطو السلق دو طون زون طون بأون كويار أون بوا، نزيدو أن بو دويل دوليف باغ دوسو، ونقيسو لي زيبيس تاعنا فوقه، ونخلطو ديليكاتمون حتى يطيب وحده وينشف لنا مقاع الما تاعه، خاصه ينشف. ومن بعد كي نشوفوه بدا ينشف نفقسو عليه زوج حبات بيض وما نخلطوهمش، نخلوهم هاكاك، ونقصو للنار ونخلوهم يطيبو ترونكيلمون. كي نشوفو البطاطا بدات تحمر وطلعت فوق الزيت شوية سما طابت، نقلقوها من النار ونحطوها في ريسيبيون فيه لو بابيي ابسوربون باش نقلقو لو ماكسيموم تاع لو سيربلو تاع الزيت. نطفو على السلق بعد ما طاب ونملحو لي فخيت تاعنا بأون كويارا كافين تاع الملح ونخلطو بيدينا. Et voilà, رانا لحقنا لا فان دو لا فيديو. جيسبر كو تكون عجبتكم لا روسيت. ما تنساوش تخليو لي ان بتي لايك وخلو لي ان كومونتير لتحت، وروحوا لا بار دانفو تلقاو لا روسيت مكتوبه اون فرونسي. ضغطوا على زر اشتراك للقناه وزر الجرس اوسي، ونتلاقاو دون زي نوتغ روسيت.